من حكاية لحكاية ومن كتاب لكتاب، نقف مع حضراتكم فين بقى؟ نقف مع حضراتكم في عالم المخابرات والحروب والحروب النفسية والحروب السرية من تحت لتحت دي وحاجات بالشكل ده. في الوقفات في التاريخ وقفات ثرية جدا متعلقة بالفترة بتاعة الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وصولا للحرب الباردة. الفترات دي كانت من أشد فترات الصراع الاستخباراتي في التاريخ الإنساني، وكان فيها الكثير من الحاجات، وفيها الكثير من الغموض، وفيها الكثير من القصص الغريبة، وفيها الكثير من التأسيس للعلوم الاستخباراتية اللي مشي عليها العالم بعد كده. كان من أشد فترات أو أنواع وألوان الصراع كانت بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي. النهاردة جايبين لحضراتكم قصة كيف اعتمدت الولايات المتحدة الأمريكية طبعا بعد انتهاء الحرب والهزيمة النازية الألمانية. العلماء اللي كانوا بيطوروا الأسلحة والمعدات والتسليح الألماني بقوا في مهب الريح، بقى بيتنافس عليهم الاتحاد السوفيتي وبتتنافس عليهم أمريكا. مين فيهم يقدر ياخد العلماء في المعامل من المصانع بتاعته عشان يستفيد من الثورة الصناعية العسكرية اللي كانت موجودة في ألمانيا؟ النهاردة اللي جايبين لحضراتكم من كتاب عملية مشبك الورق. هذا الكتاب من الكتب المهمة جدا، بيرصد برنامج المخابرات السرية الذي جلب فيه العلماء النازيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية. نشوف مع حضراتكم حكاية من الحكايات التاريخية دي ونكمل معكم في المساء مع قصوى. مصائب قوم عند قوم فوائد، حكمة صاغها المتنبي في بيت شعر أصبحت حقيقة تاريخية، وهي المقولة التي ربما آمن بها قادة الولايات المتحدة الأمريكية ليخرجوا بأكبر استفادة ممكنة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. فبعد هزيمة ألمانيا النازية كان الحلفاء في سباق محموم فيما بينهم للتوصل إلى أسرار التكنولوجيا الحربية الألمانية التي أرهقتهم عدة سنوات. لذا قررت الولايات المتحدة الأمريكية تجنيد عدد كبير من العلماء الألمان مع تحصينهم ضد عقوبات غرائم الحرب التي ارتكبت خلال الحقبة النازية حتى يتمكنوا من العمل في مختبراتها بدلا من المختبرات السوفيتية. وكان بداية تجنيد العلماء في خدمة الاستراتيجية النازية في عام 1943، وبالتحديد بعد معركة ستالينجراد، حيث فشلت القوات الألمانية في هزيمة القوات السوفيتية حتى قاربت مواد الرايخ الألمانية حينها على الانتهاء. ففكر قادة هتلر في استراتيجية جديدة لمواجهة السوفييت، فقاموا بجمع العلماء وتم وضعهم جميعا في بينيموند على بحر البلطيق بهدف تطوير استراتيجية دفاعية وتكنولوجية جديدة ضد الروس. وتم اختيار هؤلاء العلماء بواسطة فيرنر أوزنبرغ رئيس جمعية أبحاث الدفاع، استنادا على خبراتهم، ووضع قائمة بأسمائهم عرفت بقائمة أوزنبرغ. ومع هزيمة ألمانيا النازية ودخول الجيش الأحمر إلى برلين، بدأت قوات المحور في مصادرة كل ما يتعلق بالخبرات التكنولوجية الألمانية لأنفسهم. وفي مارس من نفس العام اكتشف فني مختبر بولندي قطعا من قائمة أوزنبرغ، حيث كان تم حشوها على عجل في محراد جامعة بون بغرض التخلص منها، إلا أنها وصلت للقوات الأمريكية التي سعت للقبض على من فيها واستجوابهم للحصول على مساعدتهم في تقصير الحرب اليابانية والمساعدة في أبحاث عسكرية بعد الحرب تحت مسمى العملية أوفركاست. ولكن عندما اكتشفت الولايات المتحدة مدى تقدم التكنولوجيا النازية، تغيرت تلك الخطة بسرعة إلى تجنيد هؤلاء العلماء ووضع خطة لتسفيرهم مع عائلاتهم إلى الولايات المتحدة بهدف مواصلة أبحاثهم لصالح الحكومة الأمريكية، خاصة الذين كانوا يعملون على صاروخ V2، إذ كان أول صاروخ باليستي موجه طويل المدى في العالم، وأطلق عليها عملية مشبك الورق من قبل ضباط سلاح الذخائر بالجيش الأمريكي الذين كانوا يرفقون مشبكا ورقيا بمجلدات خبراء الصواريخ الذين يرغبون في توظيفهم بالولايات المتحدة. وبحسب كتاب عملية مشبك الورق، برنامج المخابرات السرية الذي جلب العلماء النازيين إلى أمريكا للكاتبة آني جاكوبسن، قامت وكالة الاستخبارات الأمريكية بوضع خطط لنقلهم إلى الولايات المتحدة بعد موافقة الرئيس ترومان على فكرة نقلهم، لكنه اشترط عدم تجنيد أي فرد متعاطف مع النازية، ونظرا لأن تلك القائمة تتعارض مع طلبه ولأهمية هؤلاء العلماء. فقد قامت الاستخبارات الأمريكية بالتحايل على ذلك الأمر،
بعدم فحص ملفات أي عالم منهم قبل إحضاره إلى الولايات المتحدة، كما قاموا بتبييض ومحو أي أدلة تدين هؤلاء العلماء الذين وصل عددهم إلى نحو 1600 عالم، كان من بينهم عالم الصواريخ الأول فيرنر فون براون، والذي حضر إلى الولايات المتحدة عام 1945 وعمل في مجال تطوير الصواريخ للجيش الأمريكي، ثم نقل إلى وكالة ناسا عام 1960 كما أصبح مديرا لمركز مارشال لرحلات الفضاء، وعمل كمهندس رئيسي للصاروخ ساتورن 5 الذي دفع مركبة الفضاء أبولو إلى القمر كجزء من جهود أمريكا للفوز بسباق الفضاء، بالإضافة إلى كورت ديبوس والذي كان عضوا سابقا في قوات الأمن الخاصة في ألمانيا النازية، حيث كان يدير مركز الإطلاق المعروف الآن باسم مركز كيندي للفضاء، ويقال إن عملية مشبك الورق كانت سرية للغاية. ورغم مطالبة الصحفيين بالمزيد من التفاصيل حولها، لكن تلك المطالب قوبلت جميعها بالرفض، لكن مؤخرا تم الموافقة على إصدار بعض من وثائقها التي أثارت الجدل نظرا لأنها نالت بعضا من الانتقادات نتيجة تعامل الولايات المتحدة مع بعض من العلماء الذين كان لهم تاريخ أسود في ألمانيا النازية، إلا أن البعض قد دافع عنها بأن ليس كل العلماء الذين تم إحضارهم ذات ماض سيء، كما أنهم قد قدموا بعملهم خدمات جليلة للولايات المتحدة، خاصة وأن التهديدات السوفيتية أثناء الحرب الباردة أجبرت أمريكا على منح هؤلاء العلماء النازيين الرأفة، خاصة وأنه إن لم يستحوذ عليهم الأمريكان وقتها كان استفاد منهم السوفيت.